رحلة صيد من يوميات الصياد التقليدي عبد الرحمن والبلال، حيث تبدأ بشق الطريق نحو آفاق البحر ومكامنه التي شكلت مصدر رزق ومهنة اعتاد هذا الصياد أن يزاولها منذ قرابة 3 عقود. وتتنوع رحلات الصيد التقليدي حسب رغبة العاملين في هذا المجال، فبعض الصيادين يفضل قضاء قرابة 15 يوما في البحر، أما البعض الآخر فيختار رحلة 5 أميال في عرض البحر للحصول على دخل يومي، كما هو الحال مع عبد الرحمن. نبدو نحن نقبضوا شي من رجال 4 رجال ولا 5 يديروا فالو قام بكر الرابع والنص من هون ويمشوا ينزلقوا بذوق ومغلب بحر تولي مع الصباح يجيهم وتريويهم ومولي وتقيم جاي داخل يدخش ميدي يدخش اينر يدخش دازر عينا جبر فيهم شي نافع وعينا نجبر شي محمود ما ينطل الحوت من شاء الله ينجبر 20 30 ساعه كيف وعينا قال ما نجبر شي بالنسبه لنا السين قال له بيس ديجور الناس يتحوض وتروح انا مذالي ابو في من 93 انا في البحر حامد وشاكر من 93 انا فيه والله المرسل لا صيد ما عندي شغله قام اصيد ما راه مو بلا صيد حتى اني لا استيدي ما قد ناطي شهر لا ابدا نرجع بجهن اني اصيد حقاته شاكر خاق من العمل لا صيد والله جابر المستفاد منه ما شاء الله مستغني من حمدي والشاكر كله قدر منه حالي ومرتب حوايجي وقال اني انا عمار وزيد الله. ومع التسهيلات الأخيرة التي عرفها الصيد بشكل عام، فقد استفاد الصيادون التقليديون من الإجراءات التي اتخذت لصالحهم، وإن كان عبد الرحمن يرى ضرورة متابعة تنظيم مناطق الصيد التقليدي بشكل أكثر دقة. تسيير الصيد اللي قابله فيه الحكومة زين، زين كامل. أنا قرار خاصة الأروع الوحيدة قد الأعماق الزوارق الكبار يعرفوا يمشي داخل المناطق الزوارق استقار ولا مخليهم يستفادوا. لازم عندهم بارك خاص بهم هما، ينزون خاصة بالقوارب يتموا يحوطوا بها ويخلوا الزوارق صغار زوناتهم. وعلى اليابسة حيث يقع السوق الخاص بميناء الصيد التقليدي، يجني الصيادون ثمرة رحلاتهم اليومية، حيث يعتبر سوق ميناء خليج الراحة من أكثر أسواق السمك حيوية داخل مدينة ماليبو. حمد المنهدي، قناة الموريتانية، مدينة ماليبو.